Portugal 0, Morocco 1. المغرب في المطارات ديالو وخصوصا في مدينة مراكش. اش غنقول لكم الفيديوهات اللي شفتو وده الشيء اللي كتشوفوا فيه كتير بزاف. I'm already in love with Morocco. This is incredible. شوف يا ابو فهد، شوف الفخامة، شوف التاريخ، شوف الزليج اللي بيشتغل باليد. يا الله، شوف الخشب من مئات السنين. La verdad que no os podéis hacer una idea de lo educada que es la gente en Marruecos. O sea, me habían avisado de que me iban a intentar timar, de qué tal, de qué cual, pero de que la gente era tan educada, de eso no me habían avisado. Pero aquí estoy en Tánger, que es una ciudad grande, y tío, todo el mundo te saluda, te sonríe, te ayuda, es genial. Y de momento ninguna de las personas que me ha ayudado ha sido a cambio de dinero o por pedirme dinero a cambio. De hecho, ha habido gente que hasta yo se lo he ofrecido el dinero. I'm already in love with Morocco. This is incredible. We stepped out the door and there's such an atmosphere. It's bustling. There's birds flying around. There's bikes and bicycles. And goodness knows, yep, there goes one. It smells of cardamom and it's windy and everything is bright and beautiful. برويكم كيف طبيعة المغرب. خلونا نشوف. Welcome guys to City Fatma. Enjoy. عشان أشوف طبيعة المغرب رحت إلى أوريكا وسيتي فاطمة اللي تبعد عن مراكش 50 دقيقة في السيارة. وانصدمت من جمال الطبيعة والأجواء هناك. الجبال ذكرتني في اليمن. ومن الأشياء اللي تميز أوريكا هي هذه الجلسات اللي على ضفاف النهر. بعدها سويت هايكينج إلى شلالات سيتي فاطمة، هي عبارة عن 7 شلالات، والطريق إلى الشلال صعب نوعا ما خصوصا الأطفال، فالواحد لازم ينتبه. وبالطريق إلى الشلال في أكثر من نشاط، يقدر الواحد يجرب اللبس المغربي التقليدي، ومتوفرة أماكن تبيع أكل وأشياء ثانية. وبعد مسافة وصلت أخيرا إلى الشلال، كان جميل ومحاولة الوصول له لحالها ممتعة. وهذه كانت طبيعة المغرب الجميلة. طول الطريق مناظر ولا أروع، والله أحتار شنو أصور شنو أخلي، ما أقدر، فأضطر إني أوقف علشان أصور. شوفوا المنظر، شوفوا شلون الغيم داش على الجبل والبحر. بعد شوي راح يجي البحر وتشوفون جمال البحر مع الغيم مع البيوت مع البيوت. جنة جنة، ليس مو جنة واحدة، جنات، جمال مو طبيعي. شوفوا يا اخواني، ثلاجة طبيعية هذه موجودة وين؟ في ستي فاطمة. هذه طول عمرك يحطون البرتقال، يحطون الفواكه في هالطريقة هذه، ها، ويرش عليها الماي من الطبيعة. الماي من الطبيعة بارد، والله بارد صراحة. بارد بزاف، والله شيء يشجعك انك تاكل من الفواكه الموجوده هنا. شوف يا ابو فهد، شوف الفخامه، شوف التاريخ، شوف الزليج اللي بيشتغل باليد. يا الله، شوف الخشب من مئات السنين، لا نجاره ولا مكاين، كله شغل يد مغربيه. بوريكم فن المعمار المغربي بابهى حلله، الزليج المغربي، الجبس، خشب الأرز، المقرنصات. هذا القصر عمره مئات السنين، بهو الرياض السعيد في مراكش. أسرار الضيافة المغربية، هنا موجود 4 أطباق، ليش؟ لأن الأكل على 4 مراحل: حريرة، لحم مشوي، كسكس، وبسطيلة بالحليب. هنا المغرب. وهذا واحد من أهم معالم مدينة الرباط وسلا، برج محمد السادس، أطول بناية في أفريقيا، 250 متر في السماء. الطبيعة هنا أوروبية، وهذا الترام يعبر نهر أبي رقراق. شوف راه إخوة، شنو واقع في المطار ديال مراكش تبارك الله. هادو الكوار فاش خرجوا من المطار ديال مراكش فرحانين فاش دخلوا للمغرب. سبحان الله العظيم، المغرب يعني منور تبارك الله. هادو الاخوان عاد دخلوا يدوزوا العطله، يعني دخلوا بكواس الفرحه ديالهم فاش وصلوا للمغرب، يعني واحد الفرحه اللي كبيره في مراكش تبارك الله.
هادو مازال ما دخلوش الجاليه ديال واش فروسكم واش واقع في مراكش؟ واش فروسكم الاقتصاد اللي كاين في مراكش؟ واش فروسكم العالم كله بغى يزور مراكش؟ واش فروسكم بان جميع السياح اليوم القادمين نحو المملكه المغربيه كلشي مشى لمراكش؟ واش فروسكم في مراكش فيها اقتصاد منقطع النظر؟ هذا الشيء اللي جا لمراكش ما شاء الله وتبارك الله. الصور اللي غتشوفوا معنا والفيديوهات اللي غتشوفوا معنا القادمه من مدينه مراكش تعجبوا فيها اخواني اخواتي، ولكن السياحه بالنسبه للمغرب ثاني مدخول من بعد الصناعه ديال السيارات. هادشي اللي تعرفوا معنا تفضلتوا بالبقاء معنا هشام خضري قناتي، لا تنسى الاعجاب والاشتراك. المغرب اولا ولا غالبا لا وعاش المغرب ولا عاش المغرب. يعلم الله كم احبك يا وطني، يعلم الله كم مدافعك هذا الوطن. اخواني اخواتي، المغرب استقبل لعدد هائل من السياح. المغرب في المطارات ديالو وخصوصا في مدينه مراكش اش غنقول لكم؟ الفيديوهات اللي شفتوا وذات الشيء اللي كتشوفوا فيه كثير بزاف. اغرب عادات المغاربه مع السكر، طبعا العلاقه بين المغاربه والسكر علاقه مختلفه، وعندهم عاده من اغرب العادات، وممكن يعني اللي تابعنا من المغرب ايضا يصحح لنا او يؤكد كلامنا في التعليقات. عاده غريبه جدا مع السكر، ايش يسوون بالسكر وماذا يعني لهم السكر؟ طبعا المغاربه من عاداتهم الغريبه مع السكر انه لما يجي واحد في اول تعارف بيروح يخطب مثلا ياخذ معه قالب سكر، يعني علبه سكر كبيره، وهذه ترمز عندهم انه مقبل بخير ويحمل نوايا طيبه ونوايا بيضاء ونوايا جميله. وايضا حتى لما يحصل خصام بين عائلتين ويريدون يصطلحون ياتون ايضا بالسكر عشان يثبت حسن النوايا والنوايا الطيبه والنوايا الجميله. فعلاقتهم مع السكر علاقه مختلفه، ليس فقط يحلي مأكولاتهم بل يحلي حياته. Combien de salons on a un? C'est beau. C'est digne d'une salle de mariage quoi. C'est fou. C'est quoi? On a la dernière salle. C'est la dernière. Oh là là. Il y a ce cas. C'est quoi ce truc? Mais regarde. C'est pour une colonne de vacances quoi.